مرحبا، معكم استشاري جهاز الهضم والتنظير إياد عيسى من مركز هارلي ستريت، واليوم حابب أخبركم عن تقنية بالون المعدي أو تقنية خسارة الوزن من دون جراحة. بالون المعدي عنا البالون التقليدي اللي منحطه بالمنظار ومنشيله بعد 6 شهور، وهلأ عن جديد فينا نشيله بعد سنة، وبيؤدي لخسارة وزن جيدة. وعنا تقنية جديدة اللي هي كبسول بيبلع المريض ومننفخها بقلب بطنه، بتصير هالقد بدون الحاجة للتنظير، ومنعملها بغرفة الأشعة، وهالبالون لحاله بعد 4 أو 5 أشهر يتفتت بالمعدة كمان بدون حاجة للتنظير. التقنيتين بيؤدوا لخسارة وزن جيدة 5-10 حتى 15% من الوزن الزائد، والمريض بيكون مبسوط بدون جراحة. سو إذا أنتوا حاسين أنه أنتوا بتحبوا هالتكنولوجي ومهتمين فيها، تفضلوا لعنا.